بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب السادس عشر، باب من لا يجوز الحكم بشهادته. باب السادس عشر، باب من لا يجوز الحكم بشهادته. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت. رواه أحمد وأبو داود. وقال: شهادة الخائن والخائنة إلى آخره، ولم يذكر تفسير القانع. ولأبي داود في رواية: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه أبو داود وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أهل الحمد والمجد والفضل والبر والثناء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قد رحمه الله تعالى: باب من لا يجوز الحكم بشهادته. كما هو معلوم، هذه الأبواب وهذه المسائل هي كلها في مسائل القضاء والحكم بين الناس، في القضاء والتقاضي والقاضي وشروط القاضي والمتداعيين والأيمان والحلف إلى آخره، وهل القاضي يقضي بعلمه وهل يحكم بشهادتين وشهادة ويمين إلى آخره. مر معنا مسائل كثيرة، وأيضا سيأتي أيضا بقية أبواب هذا الكتاب. وهذا في موضوع من الذي يقبل القاضي شهادته، أو بالأصح من الذي يرد القاضي شهادته، من الذي يرد القاضي شهادته، يعني من هم المردودة شهادتهم. فقال رحمه الله: باب من لا يجوز الحكم بشهادته، يعني لا يجوز للقاضي أن يحكم بشهادته إذا جاء يشهد. طبعا معلوم أن القاضي حينما يأتي الشهود يستبينهم، يأتي يطلب مزكين ومن يزكيهم، فهناك يعني وغالبا قد يكون المزكين يطلبهم لإثبات عدالة الشهود، لكن في أشياء لا، قد لا تكون شهادة، بمعنى القرابة، إذا كان أحيانا قرابة قريبة مثل الابن لا يشهد لأبيه ولا لا يشهد لابنه، والزوج يشهد لزوجته، يعني يشهد عليها أو تشهد عليه ويشهد على أبيه، نعم يشهد على ابنه نعم، لكن يشهد له لا مثلا. هذه كلها من موانع الشهادة، أو أنه مثلا العبد لسيده وسيد لعبده. وكذلك هذا كما سيأتي معنا في القانع لأهل البيت اللي هو الخادم والذي
له عليه نعمة ويعني له عليه معروف كبير معروف، هذه كلها تجعل تثير التهمة، تثير التهمة، وسوف يأتي معنا تفاصيل في هذا الموضوع. المقصود أن هذا الباب معقود لمن لا يقبل القاضي شهادتهم، لا حين ليس لأنهم غير، إما لأنهم غير عدول، وإما لموانع أخرى كالقرابة كما قلنا، أو حتى العداوة، إذا كان بينهم عداوة لا يقبل شهادته لأنه متهم لأنه يشهد ضده، فإذا بينهم عداوة أو بينهم إحن أو بينهم خصومات أو بينهم فموانع الشهادة كثيرة ستأتي معنا في هذا الباب. فقال رحمه الله: باب من لا يجوز الحكم بشهادته. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. طبعا هذه خيانة فسق، الخيانة فسق. طبعا أنواع الخيانة كثيرة، إذا ثبت أن هذا الشاهد خائن سواء حوالي في أمور الدين أو أمور الدنيا، حتى حقوق الله إذا كان مثلا لا يصلي أو كان قليل الديانة أو كان في أمور الدنيا بمعنى يكذب ويأكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك، كل هذه خيانة، كل المخالفات الشرعية خيانة، من كذب وتزوير وأكل أموال بالباطل، كل هذه خيانة. وأيضا أمور الدين كالزنا وشرب الخمر وعدم الصلاة وعدم الزكاة وعدم الصيام، كل هذه خيانات سواء كانت خيانة دينية أو خيانات دنيوية، كل هذه تسمى خيانة. فلفظ الخائن هنا لفظ عام يشمل كل ما يقدح في ديانة الشاهد أو عدالته من حيث طبعا صحة ديانته واستقامة أمره. لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، يعني إذا كان بينهم عداوة، معنى الغمر ذي غمر كسر الغين وسكون الميم، والغمر الشحناء والعداوة والإحن، بينهم عداوات بينهم شحناء بينهم، فهذا لا يشهد، لا تقبل شهادته على من بينه وبينه عداوة أو بينه وبينه شحناء أو خصومات. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. ثم فسر القانع وقال: والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت، بمعنى إما أن يكون خادم أو أن يكون يعني ينفقون عليه، بمعنى لهم عليه معروف، لهم عليه معروف كبير. كل هذا طبعا هذه كلها موانعها من أجل التهمة، وقد يكون عادل وصالح لكن هذه تشوش على القاضي، ليس, 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 ليس لأنه غير عدل، لا، لأنه مثلا القانع هذا الذي يخدم أو كذا، يعني تجعل عند القاضي ريبة، يعني وإن كان قد لا يكون يعني غير عدل، ولكن لا شك أن أمور حقوق الناس تحتاج إلى مزيد من التثبت، فالقاضي مهم يهمه جدا أن يعني يوصل حقوق إلى أهلها وأن تكون بطرق صحيحة وبينات ظاهرة وواضحة وليس فيها لبس أو فيها نوع أو ما يلتبس. فإذا كان للشخص له يعني عليه معروف نحو من يشهد له، يعني قد يكون مثلا ينفق عليه أو يعطيه مكافآت أو أنه يعني يبره برا يعني ظاهرا، فهذا أحيانا قد يكون يشهد له يعني، وقد لا يكون صاحب الحق، وقد لا قد لا يكون المدعي صاحب حق. ولهذا قال: ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. قال: والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت. هذا هو تعريف القانع هنا، وإلا القانع هي المحتاج، في قولة القانع والمعتر، القانع هو المحتاج والفقير والذي يحتاج إلى ما يأكله، قواطع القانع والمعتر
ولأبي داود في رواية لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية. كل هؤلاء بسبب التهمة بسبب الفسق. هؤلاء هذا واضح أنهم ما الخيانة تقدح بالعدالة والزنا يقدح بالعدالة ولا شك، والمعاصي كلها تقدح بالعدالة سواء كان زنا كان لواط صلى الله عليه وسلم أو حتى قذف أو حتى يعني ترك صلاة أو ترك صيام كما قلنا ترك الفرائض والمطلوبات الشرعية. هذه كلها صاحبها يكون فاسقا. الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالفاسق هذا من يأتي هذه الموبقات وهذه المعاصي هذه لا شك أنها صاحبها يكون عنده نوع من الفسق مما ترد به شهادته. بمعنى إذا ثبت عند القاضي، إذا ثبت أنه زاني أو ثبت أنه خائن أو ثبت كذا وكذا، فبمعنى فيرد شهادته. ليس من قدح فيه يقبل قدح. لا، لو جاء واحد قال هذا الشاهد يقول أمام القاضي هذا الشاهد فيه كذا وكذا، الشيخ لا يقبل، القاضي لا يقبل كلامه، لأنه لو كانت الشهادة ترد بهذا لا 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 لا, لا كلنا ادعى على 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 الشاهد بكذا وكذا. لكن لا، إذا ثبت أمام القاضي أن هذا الشاهد فاسق أو أن هذا الشاهد قريب له بحيث القرابة تؤثر أو ثبت له أنه فعلا بينه وبينه علاقات ود أو معرفة أو بحيث تكون سببا في يعني الحيفة ونحو ذلك، هذا المقصود. وإلا طبعا المحبة والمودة والقرابة، ليس كل قرابة ممنوعة. طبعا يشهد الأخ على أخيه وابن العم على ابن عمه إلا إذا تبين يعني، وإلا الأصل أن لا ترد. إنما اللي يمنع الولد على والده والوالد على والده والزوج على زوجته لأنهم قريبون جدا، ولأمه ولي يعني بنته والبنت على أبيها وعلى أمها، لأن هذه قرابة قريبة. أما القرابة البعيدة ما في، الأخ على أخيه وعلى ابن أخيه وعلى ابن عمه وعلى عمه وعلى خاله، هذه لا تمنع إلا إذا كان في موانع أخرى، إذا كان في موانع أخرى أو أسباب يعني يراها القاضي فعلا مانعة من قبول الشهادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه. طبعا هذا يعني ذكر العلماء البدوي طبعا معروف، البدوي هو الذي لا يعيش في المدن وإنما يعيش في مضارب الخيام ولا يقيم في موضع خاص وإنما يرتحل من مكان إلى مكان. والقرية يعني المستقر، فليس المراد بالقرية القرية الصغيرة في عرفنا، لا، القرية يعني المدينة والبلد والمصر. فتستطيع أن تسمي مكة قرية وتسمي السعودية كلها قرية وتسمي مصر كلها قرية، تركيا كلها قرية، وتسمي إسطنبول قرية، وتسمي ما هو أصغر من ذلك قرية. فكل بلد يعني مستقر أهله ولهم بيوتهم هذه قرية. ليش؟ لأن من الاستقرار ومن القرار. ولهذا قال وسلم عن القرية التي كان حضر يعني مصر، أو حتى أيضا اهبطوا مصرا، قيل اهبطوا مصر وهي القرية نفس، ويقول ندخلوا هذه القرية. فالقرية دولة قد تكون وقد تكون مدينة وقد تكون إقليم. ولهذا مكة أم القرى يعني والدنيا كلها أم القرى. ليس القرى هي في عرفنا البلدان الصغيرة، لا، القرية في اللغة العربية وفي لغة القرآن كل من كان أهله مستقرين فيه لهم بنيان ومستقرون فهي قرية سواء كانت صغيرة أو كبيرة. حتى كما قلنا حتى الدولة كلها تسمى قرية، الدولة بكل تسمى قرية والإقليم تسمى قرية لأن أهله مستقرون فيه. والقرية التي نسميها قرية هي قرية. فإذا الذي يقابل القرية هي البادية، بدو وقرى، رجل بادي ورجل وقروي. فالبادي هو الذي لا يستقر، البادي هو الذي لا يستقر بمعنى أنه يتنقل على
من مضارب الخيام والمراعي والوكلاء إلى آخره وبيوت الوبر، وأهل القرى بيوت المدر. وبر ومدر، الوبر هو الشعر والمدر هو الطين، بمعنى أنهم أهل بنيان مستقرون أهل القرى، والبادية لا غير مستقرين، لأن ينقلون بيوتهم معهم، بيوت شعر وبيوت خيام ينقلونها معهم. إذن هذا هو الفرق بين البادية والقرية. ولهذا قال شهادة بدوي على صاحب قرية. لكن العلماء وقفوا، طبعا ليست شهادة البدوي لأنه بدوي، لا حقيقة يعني، وكما قال الشيخ الشوكاني حرر الموضوع وهو صحيح، قال المراد بالبدوي هو الذي لم تعرف عدالته، لأنه لماذا؟ لأنه غير معروف، متنقل غير مستقر. عادة أهل القرى مستقرون ويعرف بعضهم بعضا، أما البدوي غالبا إذا جاء أمام أهل القرية ما لا يعرف. فالسبب ليس لأنه بدوي، لا، لأنه غير معروف. ولهذا قالوا لما فيه من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشرع إذا كان كذلك. ولهذا البادية والبدو ليس ممدوحا، التبدي ليس ممدوحا، بل قال من بدا جفا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعرب بعد الهجرة. رسول لماذا أمر بالهجرة؟ الهجرة هي الانتقال للسكن في القرى. أول شيء طبعا الهجرة للمدينة حينما كان لم يستقر الإسلام، فكان الرسول يأمر بكل من أسلم أن يهاجر. ولهذا حتى في القرآن شدد على عدم الهجرة، قال إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا وفيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وأولئك هم جهنم إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فالأصل الإنسان ينتقل إلى أماكن يعرف فيها دينه ويعرف فيها يستقر، لأن البادية جفا. البادية غالبا ينقصهم التعليم وينقصهم يعني الأخلاق الاجتماعية والأخلاق والعلاقات، غالبا يبدو على أهل البادية العصبية، يبدو فيهم الجفاء والغلظة ويعني عدم كما يقال الدخول في المدنية. وأحب أن نشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني ملحظ، حينما في حديث جبريل أخبرني عن الإسلام وأخبرني عن الإيمان وعن الإحسان ثم أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد أمامة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن من علامات الساعة وأماراتها أن البادية تنحصر وتتلاشى، فالحفاة العراة، يعني هذا غالبا الشأن البدوي أنه لا يهتم كثيرا بمظاهر الحضارة، البادية لا يهتمون كثيرا. لماذا؟ لأنهم غير مستقرين، ولهذا لا يهمهم كثيرا، لأن الحضارة لا تكون إلا مع الاستقرار ومع البنيان ومع البقاء، يتغير اللباس ويتغير ما يلبس، وسواء يلبس من الملابس أو النعال أو من أنواع الألبسة، سواء على البدني أو على الرأس أو على القدمين أو على اليدين، أو كما تعرفون يعني يتنوع أهل المدن ويتفننون في أنواع لباسهم.
وكذلك في مراكبهم وكذلك في بيوتهم وأيضا في طريقة بناء البيوت وتنوعها وتوزعها وتعدد غرفها وتعدد منازلها وتعدد وحتى أيضا في مآكلهم ومشاربهم يتنوعون كثيرا لأنهم مستقرون. بينما البادية في أي شيء البدوي لا يهمه كثيرا جدا ما يسمى بالكماليات، الكماليات في البادية قليل جدا ولا يهمه كثير، بل 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 لا تتناسب مع البادية لأن البادية مرحل، والإنسان اللي يرحل يكون زاده محدودا ولا يأخذ إلا الضروري، ما يأخذ إلا الضروري. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون في الدنيا كأنه غريب، يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل حتى لا يثقل نفسه بالمتطلبات الكثيرة. لكن المقصود هنا الفرق بين حياة البداوة وحياة المدن. فقوله صلى الله عليه وسلم وأن ترى الحفاة العراة بمعنى أنه تتقلص الحياة البدوية وتفشو الحضارة، والبدو طبعا يعودون إلى المدن، لكن ليس هو سبا أو مذمة البادية، لا، إنما بيان للحال. فلا يفهم منها أن حينما قال حفاة العراة أنهم يعني أن هذا أن مقصوده ذم أن مقصوده ذمهم، لا، مقصوده بيان حالهم. حفاة عراة لأنهم طبيعة الحياة البدوية لا تعتني بالكماليات، وإنما غالبا تتمسك بالضروريات فقط، ولأن هي التي لأنهم رحل فلا يأخذون ما يثقلهم، لا يأخذون ويثقلهم، ما يأخذ شيء ضروري. إذا كان البيت نفسه ينقله على مركبته سواء كانت إبلا أو بغالا أو حميرا أو يأخذ البيت يشيله، فلهذا لا يأخذ إلا ما خف حمله من صح التعبير وغلى ثمنه، ولا يأخذ الشيء الكماليات. فقوله إنهم حفاة عراة ليس مذمة لهم أو سبا لهم، إن بيان لحالهم، وأنهم سيتحولون من الحياة البدوية إلى الحياة الحاضرة، وهذا معروف الآن كما تلاحظون. تقلصت البادية الآن في كل الدنيا، في كل الدنيا تقلصت، تعلموا وأدركوا فعلا يعني طبيعة الحضارة وطبيعة التمدن، وأنه يختلف جدا، وأن فيه ولهذا تعرفوا حتى أنتم في كل الدنيا أبناء البادية حينما يتعلمون ويدخلون المدارس لا يقبلون أن نذهب إلى أهلهم، يريد أن يكون في المدونة في المدينة، لأن يعني ألف حياة المدنية وألف فعلا الاستقرار، بين البادية ما في استقرار، فيها جفاء، بين الاستقرار وأحسن معيشة وفيها أيضا التجمع البشري. المقصود أن رد شهادة البدوي كما ينبه العلماء قالوا لأنه في جفاء في الدين وجهالة بأحكام الشرع، لأنه ضعيف التعلم في البادية، فقال يغلب عليهم الجهل، بينما التعليم في المدن وفي القرى. ولهذا لا 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 يقول الشوكاني في الموضوع قال وحملوا هذا الحديث اللي هو لا تجوز شهادة بدوين على قروي أو على صاحب قرية، قال حملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البادية، والغالب أنه لا تعرف عدالتهم، والغالب أنه لا تعرف عدالتهم. ثم قال وهذا حمل مناسب، لأن البدوي إذا كان معروف العدالة كان رد شهادته لعلة كونه بدويا غير مناسب، وهذا صحيح، ولم يرد لأنه بدوي، ووصف بدوي ليس وصفا مناسبا بمعنى يعدل به، بل لعله أن يكون مضطرد، وصف طردي كما يقول العلماء الأصول، مثل حديث الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم في رمضان، قالوا إن أعرابي، فقال رسول الله هلكت وأهلكت وأقعت أهلي في نهاية رمضان، فقالوا الحديث أعرابي، قال العلماء هذا وصف طردي،
بمعنى سواء أعرابي ولا حضري، كل الحكم واحد. فهنا أيضا بدوي ليس لوصف الوصف يومئ العلة، لا، إنما لما يتضمنه من الجهل بعدالته، لأنه ما هو معروف حتى يزكى، يعني هو غير مستقر في بلد. فلهذا قال الشيخ: لأن البدوية إذا كان معروف العدالة كان رد شهادته لعلة كونه بدوي غير مناسب. صحيح، غير مناسب لقواعد الشريعة، لأن المساكن لا تأثير لها في الرد والقبول سواء كان قرية أو كان بدوي، لعدم صحة جعل ذلك مناطا شرعيا، يعني لعدم صحة جعل هذا علة شرعية، ولعدم انضباطه، يعني العلة لابد أن تكون منضبطة. فالمناط هو العدالة الشرعية، إن وجد للشرع اصطلاح في العدالة، وإلا توجه الحمل على العدالة اللغوية، فعند وجود العدالة يوجد القبول، وعند عدمها يعدم. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المنع من شهادة البدوي إلا لكونه مظنة لعدم القيام بما تحتاج به العدالة، وإلا فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة العربي في الهلال، لأنه لما رأه قال تشهد الله، قال نعم، فلما رأه قبل شهادته، بما يدل على أن البداوة ليست وصفا يعني مناسبا لأن يقام عليه علة الحكم. على كل حال، هذه هي موانع الشهادة، كما قلنا، منها أن لا يكون ذا قرابة ولا بينه وبينه شحناء، ولا يكون فاسقا كان خيانة أو زنا أو نحو ذلك، ولا أن يكون بينه وبينهم معروف ظاهر بحيث أنه قد تلقى فيه التهمة، كما لو كان ينفق عليه أو كان له عليه إحسان يد قوية جدا في المعروف أو نحو ذلك، أو كان فيه تهمة، أو كذلك كان بينهم عداوة لا تقبل لأنه قد يشهد ضده. ولهذا هنا ذكر الشيخ يعني ضابطا جميلا ولطيفا يحسن لطلبة العلم أن يتنبهوا إليه ويفقهوه، يعني طبعا شهادة الصديق لصديقه إذا كان فعلا صداقة تؤثر على العدالة فلا تقبل، إذا كان صداقة عادية لا، وشهادة العدو كذلك لا تقبل. لكن الشيخ يفرق بين أثر الصداقة وأثر العداوة، فيقول في شهادة الصديق لصديقه بالزور، لو شهد زورا طبعا، نفع غيره بمضرة نفسه. لما تشهد لأخيك شهادة زور فأنت تنفعه لكن تضر نفسك، تنفعه وتضر نفسك، طبعا لا يجوز أن تشهد زورا لصديقك، لكن مهما كان إن فعلت فأنت نفعته ولكنك أضررت نفسك. بينما شهادة العدو على عدوه ليس له صديق يشهد لصديقه، شهادة العدو على عدوه يقصد بها نفع نفسه بالتشفي من عدوه. فالعدو لما يشهد عليه يقصد نفع نفسه من حيث يتشفى ويشفي غله ونحو ذلك ويضر عدوه، بينما ذاك يضر نفسه وينفع صديقه، فهو تفريق لطيف جدا. لكن على كل حال لا شك أنه طبعا لا تقبل شهادة العدو على عدوه، أما الصديق صديقه فتقبل إلا إذا كان يعني ثارت تهمة كما قلنا قوية لما بينهم معروف أو كذا ونحو ذلك، وللأصل أنها تقبل الشهادة، لأن يعني الناس يحبون كل الإخوان والمسلمون إخوان، والمرء يحب لأخيه ما يحب نفسه، وهذا كله لا يمنع من الشهادة. نعم. الباب السابع عشر: باب ما جاء في شهادة أهل الذمة بالوصية في السفر. عن الشعبي عن رجل من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقة هذه
ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدم الكوفة فأتي الأشعري يعني أبا موسى فأخبراه وقدم بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته. فأمدى شهادتهما، رواه أحمد، رواه أبو داود والدارقطني بمعناه. وعن جبير بن نفير قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت: هل تقرأ سورة المائدة؟ قلت: نعم. قالت: فإنها آخر سورة أنزلت، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدموا بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي بن بداء. فقام رجلان من أوليائه فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، إلى آخر الآية. رواه البخاري وأبو داود. رحمه الله. باب ما جاء في شهادة أهل ذمة بالوصية في السفر. إذن هذا الباب معقود لهذه المسألة، وهي شهادة أهل الذمة بالوصية وفي السفر. إذن ثلاثة أوصاف أو ثلاثة قيود: شهادة أهل الذمة يعني أهل الكتاب يهود ونصارى بالوصية وليس بأي شيء آخر، وأيضا في السفر، طبعا تمشيا مع الآية، آية سورة المائدة. الآية تقول: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إن إذن من الآثمين، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، يقسم بالله لشهادتنا أحق من شهادتهم وما اعتدينا إن إذن من الظالمين، ذلك أدنى أن يتم الشهادة على وجهه أو يخافوا أن ترد إيمانهم بعد إيمانهم، واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه آيات المائدة في هذا الموضوع. فقال: باب ما جاء في شهادة أهل الذمة بالوصية في السفر. أورد في ذلك ثلاثة حديث أو ثلاثة أثر وحديث. الأول الشعبي، عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقة. دقوقة هذه بلدة بين بغداد وإربل في العراق، بلدة في العراق، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته. طبعا حضرت الوفاة وعنده وصية ولم يجد شهادة، من لم يجد مسلمين، ولهذا نفس الآية: ذوى عدل منكم، ذوى عدل من أشد، ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إذا لم يوجد منكم المسلمين فمن غيركم، يعني من غير المسلمين، ولم يجد أحد من المسلمين يشهده على وصيته. فأشهد رجلين من أهل الكتاب، قيل إنهما نصرانيان، طبعا إنهما نصرانيان، فقدما الكوفة، نصرانيان قدما الكوفة، فأتيا الأشعري يعني أبو موسى، كان هو الولي القاضي في الكوفة، فأخبراه، قالوا: إن فلان توفي وهو مسلم وليس عنده مسلم يشهد، وقد أشهدنا على وصيته، وهذه أتوا بها. فأخبراه
وقدم بتركته، جابوا التركة كلها، قال بهذه تركته وهذه وصيته وهذه شهادتنا وهذه شهادتنا. فقال سري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه نازلة، يعني هذه نازلة ما يعني فيها حكم مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه نزلت بعد، فبمعنى أنه سوف يجتهد في الحكم فيها. فهو يقول هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال فأحلفهما، ولهذا قال فيقسمان بالله، بمعنى يطلب منهم الحلف بعد العصر. طبعا بعد العصر هذا زيادة في التغليظ، أحيانا القاضي يحتاج في اليمين إلى أن يأتي بما يغلظ حتى لشدة الموضوع أو لفعلا ليستوثق من الشاهد أو نحو ذلك، أو حتى من اليمين إذا أراد يحلف، أحيانا يطلبه أن يحلف واقفا مثلا، أو يحلف بعد العصر، أو يحلف في المسجد، أو يحلف في كذا، بمعنى أنه يأتي بأمور إضافية مزيد من التغليظ في اليمين، مزيد حتى يكون الحالف يشتأخذه هيبة ورهبة، حتى إن كان يعني عنده تردد ما يحلف، ولكن لا واثق مما هو فيه فيحلف. فأحلفهما بعد العصر، وفتت العصر طبعا هذا نوع من التغليظ، نوع التغليظ والترهيب، لأن العصر يقع علماء أنه أيضا وقت فاضل، وقت فاضل ووقت يعني له شأنه هو خطورته. فأحلف ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، يتحلفون، لأن أحيانا القاضي يحدد اليمين ويحدد فعلا ماذا يحلف عليه الحالف حتى يكون مطابق للمطلوب، وحتى أيضا يستوثق من الحالف أنه يحلف على هذا الشيء. أحيانا والله إن هذا المال الكذا وكذا واللي لونه كذا ولا فيه كذا وكذا وكذا وكذا، أنه لفلان مثلا، أو كذا الذي وجدته في كذا والمكان الفلاني وتحت الكثاني، فيذكر يعني أحيانا يجعل اليمين تتضمن أشياء دقيقة بحيث أنها تنطبق على هذا المدعى. فأبو موسى رضي الله عنه أحلفهما بعد العصر ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، كل هذه أوصاف بمعنى أنها لم يعني بمعنى أنهم أتوا بالتركة بكمالها وبكل يعني دقيقها وجليلها، وما غير شيئا ولا كتم ولا بدل إلى آخره. وإنها وإذ حلف أنها لوصية الرجل وتركته، فحلف طبعا فأمضى شهادتهما، يعني قبل شهادة النصرانيين، قبل شهادة غير المسلمين. ولهذا قال باب ما جاء في شهادة أهل الذمة بالوصية في السفر. والحديث الثاني حديث جبير بن نفير قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت هل تقرأ سورة المائدة؟ قلت نعم. قالت فإنها آخر سورة أنزلت، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. بمعنى لأن بعض العلماء قد يقول أن هذه الآية منسوخة، طبعا يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى آخره في سورة المائدة، هذه في سورة المائدة. فعائشة رضي الله عنها تقول إن المائدة كلها من آخر ما نزل وكلها محكمة، يعني لم ينسخ فيها شيء. كانت تقول أيضا هذه الآية غير منسوخة وأنها محكمة وأن الحكم فيها ماض وليس منسوخا. فهذا هذا وجه إيراد الشيخ لهذا الحديث في حديث عائشة في أن سورة المائدة من آخر ما نزل وأنها محكمة غير منسوخة، لأن آية استشهاد أهل الذمة هو في سورة
المائدة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري. سهم من قبائل قريش. عبد الله عمرو العاص سهمي. عمرو العاص سهمي مع تميم الداري وعدي بن بداء. فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدموا بتركته فقدوا جاما. الجام الإناء، الجام الإناء أو نوع من الأواني من فضة، يعني غالبا يكون من فضة يكون مثمن يكون غالي. جام فقدوه مخوصا بذهب، يعني منقوش بذهب أو مخوص بمعنى نقش يشبه الخوص، والذي يبدو الخوص معناه أنه متداخل هكذا، يعني يبدو هكذا نقشه من ذهب بهذه الطريقة. إناء مخوص يعني محلى بذهب. فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحلف الرجلين لعله تميم وعدي من بداء، فحلف ثم النبي صلى الله عليه وسلم وجد الجامة في مكة، فقالوا ابتعناه من تميم وعدي من بداء. اشتريناه، ابتعنا بمعنى اشترينا. فقام رجلان من أوليائه، من أولياء السهمي، أولياء السهمي الذي هو الذي توفي طبعا، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم يعني السهمي. فطبعا أعطاهم نفسه، دفعه النبي إليهم. قال وفيهم نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، التي قرأناها قبل قليل سورة المائدة. فإن عثر على أنهم استحق إثما فآخران يقوم من الذي استحق من الأوليان، يأتي أناس آخرين من أصحاب المال ويحلفون. الحاصل أنه كما ترجم الشيخ أنه إذا حصل وقعت حالة أنه إذا مات المسلم وليس عنده أحد من المسلم يشهد، فإن لا يشهد يشهد طبعا غير المسلم كما قال على وصية وعلى السفر على النحو الذي ذكرناه. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.